بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبايبنا الصيادين ومتابعينا الغاليين، يا رب يكونوا بخير. النهاردة معانا مكنة من أحلى وأجمل المكن اللي نزل في آخر كام سنة، مكنة شكسبير اللي الناس كلها بتسأل وبتدور عليها، مكنة بإنذار لما بتضرب معاك سمكة. هنبين تفاصيل المكنة. أول شيء حجم المكنة بالنسبة لكف الإيد، مكنة حجمها مميز جدا، طبعا بتيجي بحلة معدن قوية وغويطة وتشيل معاك خيط كتير، طبعا مكنة سريعة ومتزنة جدا، طبعا ما شاء الله مكنة ناعمة بشكل ملحوظ. المكنة بتيجي بسلكة مقب محملة زي ما باين لحضراتكم في الفيديو، يعني مكنة كل تفاصيلها محملة. هنقرأ سوا بيانات المكنة من الحلة. مكنة شكسبير مقاس 6000، طبعا مكنة غويطة بتيجي بحلة غويطة زي ما قلنا، يعني تشيل خيط برد معاك زي ما انت عايز، واشتغل بيها اي شغل انت حابه، كاستنج، تشويح، ترقيد، يعني اعمل في المكنة اللي انت عايزه. هنفك المكنة من الداخل زي ما عودناكم ونشوفها. طبعا المكنة بتيجي بعمود محمل، بتيجي بدواخل نحاس، يعني ترسي دودة نحاس. مكنة ما شاء الله جميلة جدا، طبعا بتيجي باللون الاصفر بس، طبعا شكل الحلة من الداخل. بنذكركم ان متاح شحن، ان متاح دفع عند الاستلام. عنوان المحل كفر الشيخ الحمول غرب تيرة، تنورنا في اي وقت. الشركة مهتمية جدا بالتفاصيل، تفاصيل المكنة كلها ما شاء الله حكاية. طبعا دراع محمل جدا وقوي. المكنة بتيجي وان واي في اتجاه واحد، فيهاش زر راجع. طبعا الانذار المشهورة، تضرب معاك سمكة بنسمع الصوت اللي احنا سامعينه، والاضاءة تقدر تتحكم فيه من خلال الزر اون او اوف. هنبين وزن المكنة. مكنة وزنها 400 جرام. شكرا لكم.